ثانية ضد شيء الآن لا تقبل الأكل قلت لهم الآن استروح أنا وأنتم ترد بالأفعال ونفس الأفعال قلت أنا تحت هنا والمهندسين معي وهم يضربون وأنا أصلح الكهرباء وين بلغ اليوم اللي حصل 150 طلبت الله وهي بلغ 150 حالة ها أيها الكرام ضيوفنا الكرام إن فعل الخير هو سبب لتفريج الكروب سبب لاستجابة الدعاء فقد قال الله عز وجل في محكم القرآن عن نبيه زكريا فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة لماذا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إن فعل الخير هو معيار أساسي في دوام الأمم وبقائها لأن بغيابه تغيب معه الحضارة والتقدم ويحل مكانه الفقر والحاجة والفاقة والعوز بل وتضيع الأمم نبقى الآن مع كلمة الضيوف ومع الأستاذ عبد الله أبو الغيث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رائد التكافل والإحسان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين الأخ علي الفاطمي وكيل محافظة مأرب الإخوة المدراء العموم أصحاب السعادة المشايخ والضباط منظمات المجتمع المدني الحضور جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم واسمحوا لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق ركن علي محسن صالح ودولة الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس الوزراء أهنئهم بالانتصارات العظيمة كما أهنئ شعبنا اليمني الكريم في كل مكان بهذه الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات ضد عصابات الانقلاب المجرمة أيها الحضور الكريم لقد أوشك القفل أن ينغلق على هؤلاء المجرمين اليوم نحن بدأت قواتنا المسلحة ومقاومتنا الشعبية تطأ أرض الحديدة من الجنوب وجيشنا الوطني كذلك يعمل استعداداته الكاملة لتطويق الخناق على هؤلاء الانقلابيين وإننا لنتوقع أن النصر إن شاء الله تعالى سيكون قريبا وأن أصحاب الإقليم وأبناء الحديدة
سيعودون إلى ديارهم إن شاء الله تعالى خلال أيام قلائل بحول الله تعالى وقوته. وإن النصر بات الآن أقرب من أي وقت مضى. أيها الحاضرون جميعا، إنه لصباح جميل أن نجتمع سويا اليوم بدعوة كريمة من ائتلاف الوفاء للإغاثة والتنمية الإنسانية، لندشن معا مشاريعهم الإغاثية والإنسانية لعام 2017، ليشعر الفقير أننا معه، ويعرف المسكين أننا بجواره، ويلمس النازح أننا هنا من أجله. بعد أن تجرع شعبنا الكريم ويلات الحرب والدمار التي أحدثتها الميليشيات الإنقلابية، لقد نزح الناس من منازلهم خوفا من البطش وهروبا بحياتهم وحياة أسرهم من الموت. هذه الحرب العبثية التي لا هدف لها إلا الخراب والدمار، لقد أحدث الإنقلاب المجرم مجاعة وعوزا لم يرى التاريخ له مثيلا في وطننا الحبيب. كنا عندما نرى الصور، صور الجوعى والهياكل العظمية، كنا نتوقع أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم إلا عندنا في اليمن. نبقى الآن مع كلمة الضيوف مع الشيخ علي الفاطمي وكيل محافظة مارب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الشيخ سعيد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الشيخ عبد الله أبو الغيث الشبن الداء، الشيخ أحمد أبو منصر، شيوخنا الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني نيابة عن الأخ اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مارب رئيس المجلس المحلي أن أشارك اليوم مع أهلنا إقليم تهامة الذي جمعنا وإياهم الإنقلابيين في مكان واحد. وغدا بإذن الله، اليوم نحن في وادي سبا وغدا سنتعانق في وادي مور. بالأمس طلت علينا الذكرى 3 لوثائق مؤتمر الحوار الوطني الذي ارتضته كل القوى السياسية بما فيها الإنقلابيون، ولم نخرج بلحظات إلا وبدأ الإنقلاب يبدأ بوضع النقاط والتوجه لهدم المساجد والمباني والخروج عن الثوابت. وبهذه المناسبة نؤكد أننا كيمنيون مستمرين على إصرارنا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ونرفع تهانينا لقيادتنا ممثلة بالرئيس والنائب ورئيس الوزراء بالانتصارات الوطنية الكبيرة لقواتنا المسلحة ومقاومتنا الوطنية، والتي ولله الحمد وصلت لتصفية سواحل اليمن من بقايا الإنقلابيين، تلك السواحل التي أمددتهم بالسلاح. لم نكن نتوقع يوما أن تتحول صواريخ الأسكد على أرض الشعب اليمني، ولكن بانت حقائق الناس والتاريخ. في محافظة مارب أكثر من 45 صاروخ بلاستي التي ولله الحمد دمرتها صواريخ البتريوت للتحالف الخليجي في محافظة مارب. ماذا في مارب؟
كل أبناء اليمن متواجدين في مأرب من صعدة حتى المعرة. نشكر جهود الجميع وعلى رأسها اليوم ائتلاف الخير للتنمية، وهذا العمل شعرنا بأننا جميعا صفا واحد، وأن كل من أتوا إلى محافظة مأرب لم يأتوا من ساحل تهامة وعندهم مزارعهم ومن وادي مور ومن كل وكذا وكذا، ولكن هذه الظروف التي فرضت علينا أن وزراءنا يعملون في كل مكان. في يوم أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اتجه إلى طريق البيضاء والتقى بالقاطرات من عدة دول ووقف مع العمال ومع المهندسين وأعطى توجيهاته لإكمال 14 الكيلو المتبقية من الأسفلت فقط، وهذا هي مسؤولية. قبل 3 أيام وصلتنا منظمات مدنية قادمة من صنعاء الحبيبة حاملين فكرة أنه أبناء محافظة مأرب مانعين تزويد العاصمة بالكهرباء، فأحضرنا مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وسألنا أمامهم. لقد أرسلنا يوم وصول قواتنا المسلحة إلى معسكر ماس رسالة نطالب وصول الفريق الفني، وفي نفس اليوم تحرك اللواء محمد المقدشي وكنت معه وقمنا بتشغيل المحطة الغازية وأخرجنا 90 لغم من تحت الأبراج، وقلنا في نفس اليوم أننا كل ما في محافظة مأرب هو ملك للشعب اليمني. وأقولها إلى اليوم هذا أنه لم يقف قاطرة غاز لأي محافظة بما فيها محافظة عمران وصعدة، أن قاطرات الغاز والديزل والمحروقات حتى المازوت لمحطة حزيز الذي لم يعرف الجميع أننا نزودها من هنا وعادها دين، ولو كنا نريد قطعها لكنا بعنا الديزل وبعنا الغاز وكل يحكم سوقه، ولكن نحن نشعر مسؤولية وطن. وليشهد الله أن وحدة عسكرية أوقفت عدد من المقطورات التي خرجت بصورة غير منظمة من حضرموت متجهة إلى بعض المحافظات، وأن الأخ محافظ المحافظة قال هي تصل أخواننا وأهلنا مواطنين في المحافظات الأخرى فحركوها.